تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة. وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وخان يونس، أسفرت عن قتلى ومصابين في قوات الاحتلال. من جانبه أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إسرائيلية أن 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر لأطرافهم جراء الاشتباكات في قطاع غزة، وأنه يوجد حوالي 2000 جندي في أماكن إعادة التأهيل جراء معاناتهم من صدمة المعارك. وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل الدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام، مما أدى لإصابة عدد منهم. كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض. عم الإضراب العام المحافظات الفلسطينية حدادا على روح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العروري. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القوى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الإضراب والنفير العام اليوم كحداد على روح العروري. من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين أن اليوم يوم غضب وإضراب شامل، وذلك رفضا للمجازر والقتل والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها اغتيال العروري. أفادت تقارير إخبارية بتأجيل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارته كانت المقررة لإسرائيل هذا الأسبوع. جاء ذلك عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في العاصمة اللبنانية بيروت. ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله إنه في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال العروري.